فكرت في المشروع الحمد لله ذهبت، وطبعا كانت معايا دراسه الجدوى ودراسه شامله مع المهندس الاستشاري بتاع الجهاز تنميه المشروعات، وقفوا جنبينا الحمد لله، وقمنا طبعا بالتجهيز وبالتنفيذ، وربنا وفقنا ان شاء الله وانجزنا بفضل جهاز تنميه المشروعات اللي مدنا باللازم. طبعا بننتج الاكسجين الطبي والنيتروجين، وانا حلمي اني اكمل باقي الغازات المنتجه زي الارجون وزي الاستيلين وزي ثاني اكسيد الكربون. احنا قدرنا نوفر فرص عمل كثير للشباب. عندنا في المصنع في اكثر من 25 عامل تمام دائم، ده غير الناس اللي هي يعني بتشتغل باليوميه. قدرنا نسد جزء من احتياجات السوق الموجوده، قدرنا يعني نغطي منطقه كبيره هنا يعني في احتياجات الاكسجين من اسوان لفرشوط لاخر قنا يعني. والحمد لله الدوله ساعدتنا ودعمتنا وجهاز تنميه المشروعات. جهاز جميل جدا، ده وفر لي فرصه عمل، وانا كنت بشتغل في مصر فدلوقتي شغال جنب بيتي وعيال اسرتي.